السلام عليكم واهلا بكم بالحلقة التاسعة من سيت اب شو. اليوم في عنا شوية سيت ابات جميلة وفخمة. قبل ما نبدأ المقطع لا تنسوا اللايك، بيفيدني كتير، واللي حابب يشارك بسلسلة رابط فيديو الشرح الاشتراك تحت بالوصف. وخلينا نبدأ بالمشاركة الأولى من يزيد من السعودية. انا شفت كتير ستابات فخمه وجميله، بس هالستاب بصراحه من اجملهم. الانتباه لادق التفاصيل شيء عن جد رهيب. ثيم الستاب كله اسود مع الالوان الفضيه، لون الرامات الدومينيتر مع الكرت الفضي بالوضع العمودي، شيء عن جد شكله ممتاز. حتى جاب كيت بلاستيك او تحويله ادابتر ليخفي كابلات ال 24 من باللوحه الام، وكابلات كارت الشاشه كمان كاستم باللون الاسود والرمادي. كيسات الكولر ماستر كوزموس صح من اغلى، اذا ما كانت اغلى كيسات في السوق حاليا، بس يا اخي كيسات فخمه تشتريه بتحس حالك شاري طياره جيت مو كيس كمبيوتر. وحتى جايب مراوح شكله غريب من ديب كول. من ناحية الأداء ما بعتقد أنه بتعطي أداء كويس لأنه ما في رينج أو دائرة حواليتها، بس من ناحية الشكل دايم. مواصفات البي سي: معالج رايزن 7 3700X، رامات 32 كورسير دومينيتر بلاتنم. كاتب لي أنه الرامات جي سكيل، بس اللي شايفه هدول كورسير دومينيتر. كارت الشاشة راديون 7، شكله خرافي بصراحة مع هالثيم، مع هالبيلد بالكامل. ما عنده هاردات ميكانيكية، مريح راسه وجايب كل التخزين M.2 NVMe على ما اعتقد، او منها SSD عادية. مستخدم حتى المبرد الاساسي للمعالج. يا اخي في شيء في بهالستاب رهيب، ما بعرف ليش ما حاطط تبريد مائي ولا حاطط كومت RGB على الفاضي. حتى كارت الشاشة ستوك، ما فيها اشكال زيادة، يعني كارت الشاشة ستوك اساسي، بس كل شيء فيه مرتب، كل شيء فيه جايب على نفس اللون، نفس النسق، الوان فضيه جان ميتال او الرمادي. عن جد السيت اب رهيب. الشاشه سامسونج CHD90 من اضخم شاشات السوبر الترا وايد، بتحسها مدرج مطار ما هي شاشه. 49 بوصه سوبر الترا وايد. اعتقد انه كان في مشاركه من قبل باحد الفيديوهات عنده نفس الشاشه على ما اعتقد، نسيان. شاشة وحش بصراحة، تقريبا فيها 4,500 بيكسل 144 هرتز، يعني دقتها اعلى من 2K. بس ايش هالكيبورد؟ اول مرة بشوف هيك كيبورد. كاتب لي انه اسمه رايزر ستار وورز اديشن، ما بعرف، فيه كني مثل الجادو ستريم ديك، ما بعرف. والماوس وايرلس على ما اعتقد، بس ما بعرف ايش الماوس، يعني الماوس الشيء الوحيد اللي هيك باين انه ما له علاقة بثيم الجهاز، بس كل شيء توب ناتش بصراحة. وحتى ما كاتب لي اسم السماعات ولا في معلومات اضافية، بس كأني شايف زر السبسكرايب احمر عندك؟ ها؟ احمر؟ ليش مانك مشترك؟ وانتو كمان ليش مانكم مشتركين؟ اوكي لا مزح. سيت اب بالفعل رائع صديقي، شكرا للمشاركة. وننتقل للبعده من حسام من ليبيا. مشاركات اليوم كلها كيسات كوزموس وستابات توب تير، يعني مشتري هالجهاز لطحن البند مثلا. مواصفات من اعلى ما يكون ما شاء الله. معالج i9 9900K، مبرد مائي من NZXT كراكن 62، رامات 32 جيجا ترايتن زي من جي سكيل، كارت 2080 تي اي اورس، 1 تيرا بايت NVMe SSD، وتخزين ميكانيكي 6 تيرا بايت سيجيت باراكودا. دايم. وحاطط كارت الشاشه بوضع مائل، اول مره بشوف هيك شكل، بس حلو بصراحه. اعتقد انه هي من مزايا كيسات الكوزموس لانه فيهم تخصيصات لا نهائيه. الشاشه ايسوس PG279Q من افضل الشاشات، 2K 144 هرتز IPS. افضل من هيك ما في، في افضل منها بس شاشه توب تير بصراحه. كيبورد كورسير K95 بلاتنم من اغلى الكيبوردات، ماوس جلوريوس موديل او، سماعتين، وحده كورسير ST100 والثانيه كمان من كورسير فويد
وايرلس، تقريبا جايب اقوى وافضل ما في السوق حاليا، والست اب مرة حلو وبين انه مكلف كتير. اعتقد انه مكلف ما بين 5-6,000 دولار، فما هو رخيص ابدا، والشكل باين انه عليه الفخامة. بس عندي نصيحة صغيرة لك يا صديقي، لا تفهمني غلط، الست اب جدا مرتب وفخم، بس في شغلة صغيرة لو تعملها الشكل راح يطلع اجمل بكتير. الطاولة بس خدها على زاوية الغرفة وركب، او جيب شريط RGB وحطه على زاوية الطاولة من جوا من طرف الحيط، راح يعطيك اضاءة ممتازة ورا السيت اب. وحاول ترتب الكابلات شوي واعمل خرم بالطاولة للماوس والكيبورد، راح يطلع عندك السيت اب توب ناتش. شكرا للمشاركة صديقي، وننتقل للبعده من ياسا شن من السعودية. ارحب. عنده سيت اب كلين لوك بزاوية الغرفة بدون فقرات او اشكال اضافية. مواصفات البي سي معالج رايزن 7 3700X، تبريد ستوك، رامات 16 جيجا وكرت RX 5700XT، كمان النسخة الأساسية ستوك، على كيس جيم ماكس H601، الشاشة ايسر نايترو 27 بوصة 2K 144 هرتز، ماوس غوست شارك كاتب لي انه ينصح فيها بس صينية على ما اعتقد، ما بعرف، وكيبورد مارفو زبالة بمعنى الكلمة على حد قوله، وسماعات بلوديو T6S. اول مرة اسمع بهالماركات بصراحة، بس اذا شغالين معك تمام ما في مشكلة. سيت اب بالفعل نظيف ومرتب، بس حاول تضبط الكابلات شوي ورا الطاولة، وداخل الكيس كمان في كابلات مروح الـ RGB او كابلات الـ RGB لمروحة المعالج، حاول تشيلها من مكان، اخفيها ورا البورد او اربطها بالكيس، بيطلع الشكل احلى بكتير. كاتب لي انه التطوير القادم هو الرامات، بيطور ل 32 جيجا. نصيحتي لك ما تطور رامات، لانه 16 جيجا اكتر من كافي، حتى ما في لعبة بتستخدم اكتر من 12 جيجا رامات. اذا استخدمك بس للالعاب لا تطور، لانه ما راح تلاحظ فرق ابدا. حاول تطور شيء بيعطيك فرق، مثلا جيب مبرد مائي واكسر سرعة المعالج، بيعطيك فرق ملحوظ او فرق كبير في الالعاب. او بما انه الكيبورد عندك سيء مثل ما قلت، حاول تغيره وجيب واحد ميكانيكي، هيك اشياء بتعطيك فرق في الالعاب او فرق بالتجربة. بس الرامات ما راح تعطيك فرق ابدا في الالعاب، اذا كنت تشتغل غير تستخدم او استخداماتك غير الالعاب طور ما في مشكلة، بس اذا الالعاب ما بنصحك تطورهم. شكرا للمشاركة صديقي، وننتقل للبعد من زوس من سوريا وعايش بالمانيا، وما شاء الله على هالسيت اب بدول مانيتر، الاضاءة تحفة بصراحة. مواصفات البي سي معالج رايزن 7 2700، رامات 16 جيجا وكرت 1070 ايسوس ستريكس، الكيس اسمه سهرة بس مركب عليه مراوح كورسير RGB، الشاشة الاولى ايسوس 24 بوصة 244 هرتز، والتاني MSI كمان 24 بوصة 144 هرتز، الماوس موديل او، والكيبورد صيني اجاز AK33، اول مره بسمع فيه. عنده مشكله بالشاشه ال 144 هرتز، ما بتشتغل الا على 60 هرتز، وكاتب لي ايش انصحه يطور. بالنسبه للشاشه ما بعرف، احتمال يكون في مشكله بالكابل، حاول تشبكها على كابل الديسبلاي بورت، واذا مشبوكه على الديسبلاي بورت حاول تحول ال HDMI، احيانا بصير فيهم مشاكل. بس كارت ال 1070 فيه HDMI 2.0، يعني بيعطيك 144 هرتز بالراحه، ما اظن انه مشكله من الكابلات او التوصيل او شيء. حاول بكل الاحوال، ما بعرف، مشكله غريبه. وبالنسبه للتطوير بصراحه سيت ابك متناسق بشكل كويس، وما في داعي تطور شيء. بس نصيحتي لك، اذا حابب تطور معك فلوس زياده، جيب مبرد احترافي ان كان مائي او مبرد هواء كبير، لانه معالجات رايزن تقنيه البوست فيها بتشتغل تقريبا مثل كروت انفيديا، كلما كان التبريد افضل سرعه الكلوك او سرعه البوست بترتفع اعلى حتى بدون كسر سرعة. شكرا للمشاركة صديقي، وننتقل للبعده من عبد الرحمن كمان من سوريا، وما شاء الله على الغرفة والست اب بدول مانيترز ولابتوب كمان، الرفوف حاطط عليها كراتين القطع مع شوية كتب على اساس منشان الدراسة مع شوية قطع بي سي قديمة. بحب قطع البي سي القديمة، بتحسها يعني تعطيك هيك شعور انتيك افضل من الف مزهرية. يا شيخ كب المزهريات وكب فناجين القهوة اللي جابت لك يا غالتك. مواصفات البي سي معالج i7-7700K، مبرد هايبر 212 LED، رامات 16 جيجا وكرت شاشة 1060 6 جيجا من جيجا بايت، والكيس كورسير 270R، الشاشة الأولى ديل 27 بوصة 144 هرتز، والتاني من بنكيو
24 بوصة 60 هرتز. الماوس الأولى لوجيتك جي 300S والتانية كورسير سيميتار برو، والسماعات واحدة هايبر اكس كلاود والتانية لوجيتك جي 933. واللابتوب مواصفاته ممتازة كمان، i7-7700HQ وكارت 1050. الكيبل مانجمنت تحت الطاولة ممتاز بصراحة، ما في أي كابلات نافرة وطالعة من مكانها، والستاب بشكل عام مرتب وحلو. شكرا للمشاركة صديقي، وننتقل للبعده من أيمن كمان من سوريا، بستبه البسيط الجميل بزاوية الغرفة وطاولة من صنعه. ظهر الأخ أيمن نجار والطاولة ممتازة بصراحة. أكثر من مرة قلت ما لازم تدفع مبلغ كبير لحتى تحصل طاولة كويسة لستبك، ممكن تروح لأي نجار وتعطيه المقاسات اللي بدك إياها بالشكل اللي بدك إياه وباللون اللي بدك إياه، أحسن من طاولات الجاهزة بمئة مرة وراح تكون أرخص، وهذا أكبر مثال يعني. مواصفات البي سي معالج i7-4790، تبريد مائي أرورا 240 من زيجماتيك، رامات 16 جيجا أو كارت الشاشة GTX 760 من جيجا بايت، كارت شوي قديم بس بشغل low settings، على كيس فينوم إكس. أول مرة أسمع بهالكيس بس شكله حلو بصراحة. الشاشة من بين كيو 24 بوصة، ماوس من MSI، والكيبورد A-Data XPG K10. سماعات اسمها دوب، صيني يعني ما أعتقد، وكاتب لي إيش أنصحه يطور لحتى يلعب على Full HD 144 هرتز. المعالج عندك مازال ممتاز، معالجات الهازويل i7 ممتازة إلى حد الآن، والرامات عندك جيدة 16 جيجا. أكثر شيء ضعيف عندك هو كارت الشاشة، حاول تطور لشيء مثل GTX 1660 سوبر رح يعطيك أداء ممتاز وفريمات عالية. شكرا للمشاركة صديقي، وننتقل للبعده. حمد من الكويت بستب كونسول ولابتوب، على اليمين شاشة تلفزيون أو شاشة عادية، شاشة كمبيوتر وكونسول، واللابتوب على اليسار بيستخدمه للتصفح والدراسة والألعاب الخفيفة. الشاشة بين كيو 24 بوصة على ما أعتقد 60 هرتز، ماوس وكيبورد من ريد دراجون، والسماعة هايبر اكس ستينجر. بيستخدم الماوس والكيبورد على الكونسول لحتى يلعب فورتنايت، وكاتب لي ايش انصحه يطور بالستاب. بصراحة يا حمد ستابك غريب شوي، يعني له ستاب كونسول وله بي سي، صار خليط بين الاثنين، وما بعرف اي منصة بتفضل انت، يعني كونسول ولا بي سي. بس بما انك تلعب فورتنايت على الكونسول باستخدام الماوس فلازم تطور لبي سي افضل لك، لانه على حسب ما قريت لما تلعب فورتنايت على الماوس على البي اس 4 بتحطك مع لاعبين البي سي، والتجربة ما هي عادلة ابدا، فلازم تطور لبي سي لحتى تصير التجربة افضل لك. وبما انه عندك كل القطع تقريبا، يعني عندك شاشة كيبورد ماوس سماعات، فما بيلزمك الا التجميعة. راح احط لك رابط تجميعة بحوالي $500 تحت بالوصف لك ولكل المهتمين. شكرا للمشاركة صديقي، وننتقل لاخر مشترك حسين من فلسطين، وما شاء الله على هالغرفة بالديكور الأسود مع لوحة البورش 911، تناسق ألوان الأحمر والأسود فخامة بصراحة. مواصفات البي سي معالج i7-6700 على مورد هايبر 212 تيربو، رامات 16 جيجا هايبر اكس، وكارت RX 580 بكيس كورسير سبيك 06. الانتباه للتفاصيل وتناسق اللونين الأحمر والأسود ممتاز بصراحة، حتى داخل الكيس جايب كابلات كاستم بلون أحمر وباقي القطع لونها أسود، يعني منتبه لأدق التفاصيل. الشاشة لينوفا 24 بوصة 75 هرتز، ماوس لوجيتك جي 300S، وكيبورد فانتك 612، وسماعات كمان من فانتك، وبيستخدم السيتاب للألعاب بشكل أساسي. سيتاب بالفعل مرتب وتناسق الألوان ممتاز، الكابلات مرتبة بشكل جيد، ما في أي شيء نافر وطالع من مكانه، ما كتب لي أي معلومات إضافية. شكرا للمشاركة صديقي. هذا كان كل شيء لفيديو اليوم، اللي حابب يشارك بالسلسلة رابط فيديو الاشتراك تحت بالوصف. شايفين هالفيديوهات هون على اليمين، روحوا شوفوهم ما تعوب عليهم. كان معكم أخوكم أيمن محمد، شكرا للمتابعة، سلام عليكم.